يا تعثر الحصان او لخبطته في الخطوات لعده امور ذكرتها سابقا. الطريقه لها دور، الارضيه لها دور، التقليم لها دور، الهداوي لها دور، قوه قوائم الحصان وتناسق جسمه لها دور الى اخره. بس من ضمنها النفسيه، مرات مثلا تكون ماكل نفس الاكل، طالع وضعك نفس ما هو، بس اليوم تحس انك فيك خمول، ايام اخرى تحس انك نشيط، مع ان الروتين واحد تقريبا او جدول واحد. هذاك الحصان مرات تحسه وضع غير الاوضاع الاخرى، لكن الجدول هو وقت الركوب، وقت الاكل الى اخره كما هو، لكن صادم نام زياده، نام اقل، ارتاح او حرق اكل زياده الى اخره، فيكون في حاله نفسيه مزاجيه اسوء او احسن، رغم ان جميع الامور الاخرى اللي تسبب الحاله المزاجيه او النفسيه الجيده او السيئه تقريبا متقاربه. تحس في فرق البشر، بل السيارات مرات تشغل السياره في الليل تحس انها وضعها غير وضعها في الصباح او النهار، خاصه السيارات الجديده مثلا الاشياء الالكترونيه فيها زايده. ف لا تفرض على الحصان انه يكون مثالي اليوم زي المثاليه اللي كانت في الايام الاخرى، سواء مزاجيا او نفسيا او حتى جسديا وجسميا. اهم ما عليك انه نفسيا او جسميا عندك اختلاف حق، لكن لا يؤدي الاختلاف هذا الى فقدان تحكم فيك. استثناء الحصان مره تعبان او مشكله واضحه، هذا موضوع اخر، تنزل تقاود بس الاوضاع الطبيعيه من حقه طالما انها ما ادت لفقدان تحكمي فيه. تحاول تغيرها عشان تتحكم فيه، لو ما تغيرت ما تحكمت فيه، لان البلا في طريقتكم في الحصان.